تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار مواصلة الدعم المصري لدولة جنوب السودان في مختلف المحن والأزمات، أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية جنوب السودان، وذلك للمساهمة في مواجهة الفيضانات التي شهدتها مؤخرا دولة جنوب السودان. تأتي تلك المساعدات تأكيدا على دور مصر المحوري في محيطها القاري ولمساندة الدول الأفريقية الشقيقة على تجاوز كافة الأزمات التي تواجه شعوب القارة.